بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جن لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح نتكلم عن برنامج فوكو سكرين، هو برنامج اللي استخدمه حاليا لتسجيل الفيديو بصوت وصوره وسطح مكتب والى اخره. تمام، البرنامج هذا يتميز بحاجتين رئيسيتين، اللي تهمنا الحاجه الاولى انه يحفظ بسرعه، الحاجه الثانيه انه يعطيني دقه عاليه جدا. ممكن احدد نوع الدقه ايضا من خلال البرنامج. تمام، خلوكم معي، خلونا نتعرف على اداء البرنامج. طبعا كثير منكم سال وش البرنامج تستخدمه، هذا هو البرنامج اسمه فوكو سكرين. سابقا كنت استخدم الاف اف امبيج، برنامج الاف اف امبيج هو المصدر الاساسي للفوكو سكرين، فالفوكو سكرين مبني على الاف اف امبيج، لذلك هو يعطي اداء عالي جدا 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 جدا. تمام، خلوكم معي، خلينا نشوف من وين نجيب البرنامج وكيف نستخدم البرنامج. بالنسبه للبرنامج، برنامج موجود على اللونش باد. تمام، طبعا كنت ابحث عنه اسمه فوكو سكرين، انا جبت لكم رابط مباشر. تمام، بس مجرد قطع الرابط راح يوديك الى هنا. تمام، طيب طبعا الرابط تحت الوسط. ترى في عندك اصدارات كثيره من الابونتو، يهمك تعرف انه البرنامج يشتغل على الديبيان، يشتغل على الابونتو، وما بوني على الابونتو مثل لينكس مينت. تمام، فما عندك مشاكل، مجرد ان توزيعتك ديبيانيه ما عندك اي مشاكل. طيب من وين احمل؟ في عندك ترى اكثر من الاصدار زي ما انتم شايفين. تمام، اي اصدار احمل؟ طيب ممكن تحمل الاصدار حسب انواع التوزيع اللي عندك، حسب اصدار التوزيع. اذا ما تعرف او نزلت اصدار واحد من الاصدارات هذه وما ضبط معك، حمل اللي بعده، حمل اللي بعده، حمل اللي بعده لما انه يشتغل عندك، بحيث انه يكون توافق مع النظام الخاص بك. طيب كيف اقدر احمل البرنامج؟ تمام، بس اضغط على هنا. تمام، انزل تحت شوي راح يجيك اللي هنا الاصدارات زي ما شايف. تمام، انت راح تحمل 64 اذا كان معالجك 64 او 86 اللي هو 32 اذا كان 32. نفس الحكايه ترى بقيه الاقسام نفس الطريقه، لو ضغطنا مثلا على ريرينج، طبعا هذه هي اللي جربتها انا على الديبيان، اشتغلت على الديبيان. تمام، فانت ممكن تنزل هنا وتختار زي ما انت شايف نفس الفكره. بعد التثبيت دبل كليك على، او بعد التحميل دبل كليك على الملف، وبعدين راح يسوي لك تحميل له. موجود تحت رابط اداره البرامج على الديبيان، راح يكفيك تعرف كل شيء خاص بالبرامج، من ضمن الاشياء كيف تثبت الحزم هذه. تمام، الان البرنامج وين وكيف نوصل للبرنامج؟ طيب فنسكر الصفحه. البرنامج مع برامج اللي هن الملتي ميديا. تمام، سويت انا يا ابو شباب امزح. طيب ممكن تضغط على القائمه من هنا ثم تختار ساوند اند فيديو. طبعا مجرد تكتب فوكو سكرين، هذا اسم البرنامج فوكو سكرين، راح يعطيك البرنامج. طيب انا اسجل حاليا بالبرنامج، لذلك بعض الميزات ما اقدر اني افعلها، لكن تقدرون تشوفون كل حاجه ما عندكم مشاكل. طيب هذا البرنامج. البرنامج نبدا اول شيء من المنطقه حقت الشاشه هذه، من هنا عندك فول سكرين، ممكن تضغط فول سكرين وراح يصور لك الشاشه كامله. تمام، في عندك ويندو، لو اخترت ويندو واخترت ستارت راح يقول لك حدد نافذه معينه، مجرد تضغط على النافذه يبدا بالتسجيل. تمام، اريا هذه يحدد لك منطقه معينه بالشاشه، يعني ممكن يعطيك مربع تحدد مكان معين. في عندك الماجنيفيكيشن هنا، لو ضغطت عليه يعطيك زي ما انت شايف تكبير، راح استخدم الخاصيه هذه حلوه. في عندك هنا زر، لو ضغطت عليه يعطيك كم حجم المكبر اللي تبيه. هذا جميل، والله هذا احسن، لا هذا احسن. طيب بس تضغطك استخلصت. الان عندك الويب كام، ضغطت على علامه صح يطلع لك الويب كام. تمام، بس انا بحاط علامه صح، نستخدم برنامج هذا زي ما انتم شايفين، هذا اسمه. تمام، اعتقد انه جنو ومدري ايش الى اخره فيديو. تمام، بس هذا اسمه. ليش؟ لانه يعطيني حاجات كثيره خيارات ثانيه ابيهن. طيب نجي للمايك. الان بالنسبه للميكروفون، كيف نقدر نضبط الميكروفون؟ تمام، زي ما انتم شايفين هنا في اعدادات. تمام، لو اخذنا المكبر نزلناه تحت، اعدادات عندك البولس وعندك الالسا. البولس انا هذا اللي استخدمه حاليا، بس احط عليه اضغط عليه هنا واختار اللي هو البلت ان، هذا الميكروفون الخاص بي اللي هو هذا اللي مشابكه انا. تمام، اي مايك يشبك من خلال الراس المتعارف عليه للميكروفون اللي هو الراس هذا. تمام، حلو الراس هذا، ما ادري شلون شكله، زي راس القلم تقريبا. تمام، فهذا هو. تمام، في عندك اذا كان عندك اي مايك ثاني يظهر لك هنا. اذا عندك تحب تستخدم الالسا استخدم، ولكن اشوف البولس انا متوافق اكثر مع البرنامج. اضغط على اعدادات الفيديو من هنا، هنا في بعض الاعدادات من ضمنها كم فريم بالثانيه، كم اطار بالثانيه. تمام، في عندك الكوديك، ممكن تستخدم الكوديك اللي تفضله انت، انا استخدم هذا الكوديك. تمام، اللي هو ام بي اي جي 4، واستخدم الاي في اي. في عندك ام كي في، وفي عندك اللي هو اكس 264. استخدم ستاندرد اللي هنا، لو ضغطت على ستاندرد راح يعطيك الاشياء القياسيه. ممكن هنا تدخل الرقم اللي تبي، ممكن تنزله الى 15 فريم بالثانيه بحيث انه يقلل حجم الفيديو. تمام، لكن راح يكون الفيديو فيه تقطيع بسيط. طيب نروح للاعدادات اللي هنا. الاعدادات هذه فيه مكان حفظ الفيديو بعد الانتهاء، هذا المكان اللي احفظ فيه انا. ممكن تضغط على الايقونه هذه اللي فيها ثلاث نقاط، وبعدين راح يوديك على مجلد تختاره.
بالنسبة للمشغل بعد ما تخلص ايش هو المشغل حابب تشوفه، انا اخترت توتم. في عندك هنا لو حط علامة صح راح يصغر البرنامج اذا ضغطت على ستارت. طيب في بالنهاية اللي هن اللي هم مطورين البرنامج، في عندك الميلينج ليست، الهوم بيج، الصفحة الرئيسية، سبورت، ديفلوب، بيتا الى اخره. تمام، بالنسبة لاصدارات البيتا على الاوبن زوزا وعلى الاوبونتو. تمام، طبعا البرنامج متوفر للاوبن زوزا، لو بحث عنه الاوبن زوزا متوفر الاوبن زوزا. تمام، طيب مجرد ضغط على هنا راح يوديك الاوبن زوزا، راح اترك لكم رابط تحت خاص بالاوبن زوزا. تمام، طيب خلصت من الاعدادات، مجرد ضغط على ستارت يبدا. اذا خلصت تسجيل اضغط على ستوب، اذا حاب انك توقف يعني توقيف مؤقت اضغط على باوز، بالنهايه ممكن تضغط على بلاي، اذا خلصت مسجل حاب ترسل لاحد تضغط سند ويعطيك اللي هو برنامج البريد وترسل. تمام، في عندك هنا باللي هو سيستم تراي في عندك خاصيتين الايقاف وعندك خاصيه ايقاف مؤقت. هذه الخاصيه ممتازه جدا للي مثلي ما عجزين يعني ما يحبون يسوون انتاج، ممكن تضغط على ايقاف ويسوي لك ايقاف وبعدين يكمل. الحين ضغطت على ايقاف وشغلت، برضه سويت ايقاف وشغلت، برضه سويت ايقاف وشغلت، 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 ما سويت ايقاف وشغلت. طيب اذا انتهيت من الفيديو بس اضغط هنا او اضغط على ستوب من هنا، هذا هو البرنامج بصراحه جميل جدا. اذا انتهيت راح تحصل الفيديو حقك حسب المسار اللي انت اخترته من هنا. تمام، خلاص الحديث والنهايه، البرنامج هذا جميل جدا، صار لي فتره طويله استخدمه، مرتاح جدا جدا معه، دقته عاليه وهذه ميزتك في الحاله. الى هنا انتهى درس اليوم، اشوفكم ان شاء الله بدرس جاي وفي امان الله.